فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم شابا يحتضر، فقال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمع هذان في هذا الموطن إلا غفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في حياته يعيش بين أمرين مهمين، هما الخوف والرجاء. الخوف الذي يحمله على ترك المعاصي والذنوب وفعل الواجبات، والرجاء يحمله على إحسان الظن بالله جل وعلا. فإذا أيقن بالهلاك فإنه يشرع في حقه أن يغلب جانب الرجاء فيحسن الظن بالله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ويقول جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلعل الشيطان يحضر عند الممات فيفتنه ويضله، كما ذكر عن الإمام أحمد أنه اشتد به المرض فجعل ابنه يذكره لا إله إلا الله فيقول: لا بعد. فاستغرب من هذا، فلما شفي من المرض سأله عن ذلك فقال: لقد حضر العدو، يعني الشيطان، وقال: فتني يا أحمد، يعني سلمت من فتنتي، فأقول له: لا، لا بعد، يعني لا تزال الروح في البدن فلا أأمن فتنتك. يبتلى الإنسان عند الاحتضار، وهي حالة ضعف، يكون الإنسان في كرب، يكون الإنسان في شدة، فلا بد أن يستعيذ بالله جل وعلا من الفتنة في المحيا والممات.